دكتور اسامه الدين الامين، بي ال اس انستراكتور، مركز جامعه جيزان للانعاش القلبي والرئوي، يقدم. خطوات الانعاش القلبي والرئوي. واحد، كيف نعمل انعاش قلبي ورئوي في شخص بالغ؟ اثنين، كيف نعمل انعاش قلبي ورئوي في طفل ورضيع؟ ثلاثة، كيف الخطوات اللازمة لإنقاذ الشخص المختنق؟ ونمرة أربعة، الأجهزة المساعدة وجهاز الصدمات الكهربائية. مرحبا بكم في الجزء الأول. السلام عليكم، معكم عصام الدين الأمين، مدرب إنعاش قلبي رئوي. في الفيديو ده هنقوم بشرح أهم النقاط للإنعاش القلبي والرئوي، ونوضح لكم أهم الخطوات لعمل الإنعاش القلبي والرئوي للأعمال المختلفة، وكيف نستعمل الأجهزة المساعدة وكيف نستعمل جهاز الصدمات الكهربائية. في النهاية هنتكلم عن الاختناق ونوريكم الخطوات المهمة لإنقاذ الشخص المختنق. نحن بنحتاج نعمل الإنعاش القلبي والرئوي للشخص الذي تتوقف عضلة القلب عنده بصورة مفاجئة لكي نحفظه على قيد الحياة حتى وصول الإسعاف. في الإنعاش القلبي والرئوي هناك خطوتان مهمتان. الخطوة المهمة كيف نعمل ضغطات صدرية فعالة، وكيف نعمل نفخات فعالة. عشان نعمل ضغطات صدرية فعالة لابد من توفر بعض الأشياء. واحد، نخط الشخص المريض في شخص مستوي وصلب، ونستعمل يدنا ونحدد النقطة الصحيحة لعمل الضغطات الصدرية في وسط الصدر في عظمة القص. نجعل المفصل اليد في صورة مستقيمة ونبدأ الضغطات الصدرية، لازم تكون قوية وفعالة ومستمرة بحيث انه نخفض الصدر نص الصدر إلى تلت الصدر أو القطر الأمامي الخلفي بمعدل 2 بوصة. وغد نحتاج نرفع الوزن حقنا عشان نخلي الصدر يرتخي أو يرتد عشان الدم يرجع إلى الصدر إلى القلب، وتاني نضغط المرة الثانية ونرفع. بالتالي نرفع الوزن حقنا من أيدينا فالدم بيدخل في القلب عبر الأوعية الدموية وهكذا. طيب، ما هو معدل الضغطات الصدرية؟ معدل الضغطات الصدرية يتراوح بين 100 إلى 120 في الدقيقة، هذا هو المعدل. بالنسبة للنفخات الهوائية الفعالة لابد من فتح مجرى الهواء يدنا على وجه المريض، جبهة المريض، وانحناء الرأس ورفع الذقن، وضع الذقن إلى أعلى. بعد فتح مجرى الهواء لابد من عمل اختبار بسيط، هل المريض يتنفس أم لا يتنفس، بالنظر والإحساس والاستماع. نسمع لصوت الزفير ونشوف ارتفاع ضغطات ارتفاع الصدر، وتأكدنا انه ما في تنفس لابد ان نعطي نفختين هوائيات، كل نفخة مدتها ثانية وبيناتهم ثانية، يعني كل 3 ثواني، ونلاحظ ارتفاع الصدر. كيف نفتح مجرى الهواء اذا لم يكن هناك ضرب
في العمود الفقري أو في الرأس عن طريق إمالة الرأس ورفع الذقن. أما إذا كان هنالك ضربة في الرأس أو في السلسلة الفقرية فلا بد أن نستعمل ما يسمى جو ثرست. جو ثرست. كيف ندي نفخات فعالة هوائية فعالة؟ لا بد أن نضع فمنا مباشرة على وضع المريض ونغلق إغلاق تام بحيث لا يطلع الهواء، وندي نفخة ونعاين إلى وننظر إلى ارتفاع الصدر. ما هو النسبة أو التناسب بين الضغطات الصدرية والنفخات؟ هي معدل 30 إلى 2، 30 إلى 2، 30 ضغطة صدرية ونفختين هوائيات، ده ما يسمى بالنسبة. متى نبدأ عملية الإنعاش القلبي والرئوي؟ للشخص البالغ نبدأ عملية الشخص الإنعاش القلبي والرئوي لشخص البالغ إذا كان لا يتنفس وما عنده نبض. طيب ما هي الخطوات؟ نشوف الخطوات بالترتيب للشخص البالغ. أول حاجة زمان في سابقا كان الخطوات A B C، ألف باء جيم. ألف A لفتح مجرى الهواء، B للنفخات الهوائية، وC أو Y للضغطات الصدرية. لكن الآن في الشخص البالغ تغيرت ل C A B. في البداية نتأكد إنه المنطقة آمنة ونبدأ في تقييم المريض على الضربة على صدر المريض أو قرصة خفيفة على الأذن. لو لقينا ما في تجاوب على طول نقوم نتصل، نعمل اتصال على الإسعاف أو الفريق الطبي الطارئ. بعد ما اتصلنا على الإسعاف نخط المريض في شخص مستوي على سطح صلب ونفتح صدر المريض أو نزيل الملابس، وقبل ما نضي ضغطات صدرية نشيك على النبض، هل هنالك نبض أم لا. لقينا ما في نبض نحدد الحتة الصحيحة لعمل الضغطات الصدرية، وهي تكون دائما في وسط الصدر بين الخط الرابط بين الحلمتين، ونبدأ في إعطاء ضغطات صدرية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 20، 22، 23، 27، 30، 30 ضغطة صدرية. بعد نعطي 30 ضغطة صدرية نمشي، والخطوة الثانية نفتح مجرى الهواء زي ما ذكرنا عن طريق إمالة الرأس ورفع الذقن، ونعم نسمع ونرى ونحس للتنفس. إذا لم يوجد تنفس نستعمل العازل اللي هو كمامة الجيب أو قناع الوجه، ونحن نفتح مجرى الهواء ونضع وجه فمنا مباشرة على فم المريض ونعطي ناخذ نفس عادي وناخذ نعطي نفختين هوائيتين، النفخة الأولى مدة الثانية والنفخة الثانية مدة الثانية، وننظر إلى ارتفاع صدر المريض، هذا يدل على أن النفخات فعالة. بعدها نبدأ نكرر 30 ضغطة صدرية ونفختين، 30 ضغطة صدرية ونفختين، 30 ضغطة صدرية ونفختين. بعد 5 دورات لابد أن ننظر إلى تقييم المريض مرة أخرى، النبض والنفس، نشوف في نبض وفي نفس. إذا لقينا في نبض وفي نفس استعاد المريض وعيه ونخط في وضع الإفاقة، وضع الإفاقة على جانب المريض ويده تحت رأسه ورجله في انحناء الرجل إلى الأمام لكي لا يطيح المريض، ونبدأ في مراقبته حتى وصول تيم الإنعاش القلبي الإسعاف. إذا لم نجد نبض ولم نجد تنفس معناه المريض يحتاج إلى مزيد من الدورات، فنواصل 30 2 30 2 30 2، 5 دورات. إذا وجدنا في نبض ولا يوجد تنفس ندي تنفس اصطناعي، المريض
رجع له النبض لكن لم يرجع له النفس، فنقوم نديه تنفس اصطناعي. يعني في حال إنه وجدنا النبض ولم نجد التنفس، الخطوة اللي بعديها نعمل تنفس اصطناعي بمعدل نفخة هوائية كل 5 إلى 6 ثواني. لو كان هناك مزعفين 2 في المشهد، المزعف الأول بيبدأ الإنعاش القلبي والرئوي نفس الخطوات السابقة، والمسعف الثاني بيزحب لتنشيط أو للاتصال على الإسعاف 9-9-7. ولما نجي راجع هو يبقى يضغط ينفذ الضغطات الصدرية، والمسعف الأول يأتي نفخات. بعد كل 5 دورات لابد من تغيير الدور. الآن نبدأ هنا نشوف الخطوات الإنعاش القلبي والرئوي للطفل. الطفل هو الذي الفئة العمرية من سنة إلى حد 12 سنة. نفس الخطوات CPR أو الإنعاش القلبي والرئوي في الشخص البالغ مع بعض التعديلات. الخطوة الأولى بنعمل نفس التقييم للشخص الطفل، هل هو يحتاج إنعاش قلبي ورئوي أم لا، على الضرب على كتف المريض، الصياح عليه، إذا لقينا ما في تجاوب نتصل على الإسعاف الرقم 997. في حالة إنه جينا لقينا طفل مغمى عليه وما عارفين الشخص الطفل متى أغمي عليه، فلا بد من عمل 5 دورات أولا وبعدها نتصل على الإسعاف 997. نبدأ الإنعاش القلبي التعديل الأول ABC، نفسه ABC لا يوجد تغيير كما في الشخص البالغ CAB. ABC A فتح مجرى الهواء، B النفخات الهوائية، C ضغط الضغطات الصدرية، ألف باء جيم. نفتح مجرى الهواء، A فتح مجرى الهواء بإمالة الرأس ورفع الذقن وكشف على التشك على التنفس، وبعد ذلك ندي نفختين، كل نفخة 1 ثانية وبينات ثانية والنفخة ثانية، وننظر إلى ارتفاع الصدر لنتأكد أن هذه النفخات فعالة. بعد ندي نفختين A B نمشي لC جيم اللي هي الضغطات الصدرية. قبل ما نبدأ الضغطات الصدرية نشيك على النبض، أكد إنه في نبض أو ما في، لقينا ما في نبض نبدأ ضغطات صدرية، نستعمل يدنا ونخدها في الوضع الصحيح في وسط الصدر في الخط الفاصل بين الحلمتين، وإذا كان الطفل حجمه صغير نستعمل يد واحدة وندي نعطي هذا الطفل 30 ضغطة صدرية بحيث نضغط القطر الأمامي الخلفي للصدر لنصف أو إلى ثلثه ما يعادل 2 بوصة، 1.5 إلى 2 بوصة. بعد 30 ضغطة صدرية اللي هي نقوم نكرر نفسها، ندي 30 ضغطة صدرية نفختين، 30 ضغطة نفختين، 30 ضغطة، نعمل 5 دورات. بعد 5 دورات نجي نشيك على النفس ونشيك على النبض نفس الشخص البالغ، إذا لقينا في نفس وفي نبض نخط الطفل في وضع الإفاقة، إذا ما لقينا نبض وما في نفس نواصل عملية الإنعاش القلبي والرئوي لخمس دورات تانية 30-2-30-2. إذا لقينا في نبض ولكن لا يوجد تنفس فنقوم ندي تنفس اصطناعي كما ذكرنا في الشخص البالغ، بين شيء الطفل النفخة كل 3-5 ثواني اللي ندي نفخة، نفتح الرأس المجرى الهواء ونعطي نفخة ونحسب 5 ثواني وأيضا ندي نفخة ثانية ونكون مراقبين للمريض حتى يرجع عليه النفس. لو كان هناك
مسعفين اثنين فنفس الطريقة، واحد يعطي ضغطات صدرية والآخر يعطي تنفس للمريض. التعديل الثاني لما يكونوا اثنين بالنسبة للطفل بنغير النسبة، النسبة تبقى 15:1، 15:2، 15 ضغطة صدرية لاثنين نفخة هوائية. الآن هنوريكم أو نوضح لكم ما هي الخطوات اللازمة لعمل الإنعاش القلب الرئوي للرضيع. الرضيع هو أقل من سنة، طفل الرضيع هو أقل من سنة. أهم أسباب الإنعاش القلبي أو الدخول في غيبوبة أو توقف عضة القلب هي أسباب تنفسية. الخطوات هنا نفس التشايلد A B C، ألف باء جيم. ألف لفتح مجرى الهواء، ب النفخات هوائية، سي ضغطات صدرية. A B C ألف باء جيم. البداية نعمل تقييم للرضيع، نضرب على رجل الحاف المريض ونشوف نقيم هل هو في حالة غيبوبة ومحتاج لإنعاش قلبي ورئوي أم لا. إذا لقينا إنه ما في تجاوب من المريض والمريض محتاج لـ CPR نتصل على 997، وإذا كان أنا لوحدي أعمل 5 دورات وأتصل على 997 الإسعاف. بعد ده أخط المريض في سطح مستوي وسطح صلب وأفتح مجرى الهواء وما نعمل في الوضع النيوترال أو في الوضع الطبيعي المحايد، وما نفتح أكثر من اللازم لأن الرضيع ممكن تكفي المجرى الهواء، ونعمل تقييم أو تشك على التنفس بالرؤية والرؤية والإحساس والنظر look listen feel. وإذا لقينا ما في نفس نستعمل العازل اللي هو قناع وجه أو كمامة جيب، ونحن فاتحين مجرى الهواء نعطي للطفل الرضيع نفختين هوائيتين، واحدة كل واحدة مدة ثانية وبينات ثانية، وننظر إلى ارتفاع الصدر حتى نتأكد أن النفخات فعالة. انتهينا من A B. كيف نتأكد أن النفخات دي فعالة؟ اللي هي بارتفاع الصدر. أيوة ارتفاع الصدر كده عملنا A B اللي هي فتح مجرى الهواء ونفخات هوائية. نمشي لـ C. قبل ما ندي الضغطات الصدرية لابد أن نتأكد من النبض. لقينا ما في نبض والكشف لا يكون أكثر من 10 ثواني، تأكدنا إنه ما في نبض نبدأ في الضغطات الصدرية. نبدأ الضغطات الصدرية وندي 30 ضغطة صدرية، نستعمل 2 finger أصبعين في الوسط ونحدد من اللعين الوهمي بين الحلمتين وفي وسط الصدر، ونبدأ في إعطاء الرضيع 30 ضغطة صدرية حتى نخفض المحور الأمامي الخلفي من نص إلى التلت، وندي 30 ضغطة صدرية. بعد 30 ضغطة صدرية نكرر العملية الدورة 30-2 30-2 30-2 5 دورات. بعد إكمال 5 دورات لابد من تقييم المريض مرة أخرى. إذا وجدنا في نبض وفي نفس معناها المريض استعاد عضلة القلب ونخط في وضع الإفاقة. إذا ما لقينا في نبض وما في نفس نخط المريض، نواصل في عملية الإنعاش القلبي والرئوي، وإذا كان رجع له النبض والنفس نخط في وضع الإفاقة اللي هو عن طريق وضع عضلة وضع مخدة أو بطانية خلف الرضيع أو نحمله على اليد بحيث أنه الرأس يكون إلى أسفل. لما يكونوا في مسعفين اثنين بيحصل تعديل تاني اللي هو طريقة الأصبعين. طريقة الأصبعين اللي هي كما واضح في الصورة، بحيث أن المسعف الثاني يكون عند وجه المريض ويعطي النفخات الهوائية. واحد مسعف
يعمل ضغطات صدرية 15. التعديل الثاني هيكون تعديل في النسبة اللي هتكون 15:2. المسعف الثاني بيعطي نفختين، المسعف الأول بيعطي 15 ضغطة صدرية، يبقى 15:2 15:2. أما المعدل فهو معدل 100 ل 120 في الدقيقة. ثانك يو، شكرا جزيلا.